السلام عليكم. خالد من السعودية. جيت للعيادة الألم مزمن في الظهر أكثر من 5 أشهر. عيادة ايديال ويلنس سنتر دكتور ويليام تشوي. الحمد لله من أول جلسة استفدت، ثاني جلسة بعد تحسن الألم كثير. الآن رجعت لممارسة حياتي الطبيعية بدون ألم. أنصحك بزيارة عيادة الدكتور وأي إنسان يعاني من ألم مزمن في الظهر بيزور كوريا، الأفضل يزور عيادة الدكتور، يتحسن إن شاء الله من أول زيارة. تحياتي.